My name is Sarah Kazen. I work with Daniel Award and Silver Award. I need your support to help me to collect all my money from Daniel Award and Silver Award. تعرفي انا هلا شو فيني اعمل؟ فيني دق للبوليس قول لهم ساره سرقتني، رفيقتي عملتها كارولين. وبياخذوك بحطوك بالحبس بالتخت، خليك وانا اخذتها وحطيتها بلا ذوق. بتعرفي ليه؟ لان انا ما غلطت معك، بس انت بلا اخلاق طلعتي ساره. قعدتي 7 سنين ما تعملي حركات. مستر عمل هيك لان عصب منك مستر، انت رايحه حاكي جمعيه. انا نائب رئيس بلديه لقعد وعم بقول لها ساره انت ساعت اللي بدك فيك تفلي صح. انا هلا ما معي كامل الماني، انا شايل لها الحقيقه يعني شايل لها كنت 2000 دولار على جنب. وعم بقول لها بس تروق الامور شوي وترجع عندي ارض عندي كل شيء تبيعه وببعث لك، ما في مشكله. ما قبلت اخذها على السفاره لانه نحن بنحبها ولا عندنا 7 سنين. بس انا متفاجئ من اللي عم بيصير، كمان ما الي جلادي ومني فاضي لوجع الراس الحقيقه، مش محرزه الخبريه.